تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد حزام النار الذي يحيط بالسعودية. المملكة العربية السعودية الشقيقة بتواجه تحديات كبيرة جدا على مستوى الأمن القومي وعلى المستوى الجيوسياسي. السعودية في معركة طويلة ممتدة مع إيران، حرب باردة بين إيران والسعودية، لكن هذه الحرب الباردة بدأت تكون حرب ساخنة بين البلدين عبر أكثر من جبهة. يا ترى أمريكا مع مين؟ أمريكا مع إيران ولا مع السعودية؟ البعض هيقول أمريكا مع إيران ضد السعودية، لأن الثورة الإيرانية نفسها هي ثورة غربية، والبعض هيقول لأ، أمريكا مع السعودية ضد إيران. تقديري أمريكا ضد الاثنين، ضد السعودية وضد إيران، ضد الرياض وضد طهران. وأمريكا تستهدف، أو بعض المؤسسات في أمريكا تستهدف، أن يكون في توازن ضعف، مش توازن القوة، توازن الضعف بين إيران والسعودية. دول متكسرين ودول متكسرين، تكسير القوة الإيرانية وتكسير القوة السعودية، ويبقى التوازن بينهم مش قوتين وإنما ضعفين، توازن الضعف، ويبقى في حرب استنزاف بين إيران وبين السعودية، سني شيعي إقليمي أيا كان، المهم يكون حرب استنزاف لإضعاف السعودية وحرب استنزاف لإضعاف إيران. قابلت مؤخرا أعضاء في مجلس الشورى السعودي وتناقشنا في جوانب قريبة من هذا الأمر، وقلت لهم إنه البعض في السعودية اعتقد إن أمريكا حليف يوثق فيه دائما، وبالذات الرئيس الأمريكي باراك أوباما. تصورت الرياض إن باراك أوباما حليف وصديق يعتمد عليه، إنما أوباما قبل ما يمشي عمل حاجتين يتأكد منهم حجم العداء الذي يكنه أوباما للسعودية. قانون الجستة اللي هو محاكمة السعودية، والاتفاق النووي مع إيران. مش إيران العدو الاستراتيجي عمل معاه اتفاق نووي عوم إيران، ومش انتو الحليف الاستراتيجي عمل قانون الجستة اللي حاكم السعودية. بغض النظر بقى عن موضوع مجلس النواب والشيوخ والفيتو وكل ده، دي قصص تفصيلية. في النهاية نظام أوباما أعطى إيران أكبر هدية وأعطى السعودية أكبر ضربة قبل أن يغادر. الرئيس ترامب ضد الاتفاق النووي ويبذل جهد لإلغاء الاتفاق النووي، وفي نفس الوقت ما عندوش مودة تجاه السعودية وعنده آراء ضد السعودية. الرئيس ترامب يعبر أكتر عن الرؤية الأمريكية إنها ضد الاثنين، ضد إيران وضد السعودية، ويدعمه اللوبي الإيراني في أمريكا علشان يهاجم السعودية، ويدعمه اللوبي السعودي في أمريكا علشان يهاجم إيران، وهم كسبانين في الحالتين. إيران تهاجم السعودية توضح كل المثالب اللي عندها، والسعودية تهاجم إيران توضح كل المثالب اللي عندها، اللي مستفيد البلد اللي فيها اللوبيين اللي بيختلفوا مع بعض أو بيتصارعوا مع بعض، اللوبي السعودي واللوبي الإيراني. في هذا السياق، هل السعودية التحديات اللي قدامها بتتراجع ولا بتزيد؟ الإجابة بتزيد، والسعودية دلوقتي للأسف نجحت إيران إنها تحزم السعودية بحزام من نار، اللي هو ميليشيات أو طيارات أو جماعات أو حركات أو أفكار مناقضة للمصلحة السعودية والإيديولوجيا السعودية، شمالا وشرقا وجنوبا، غربا المية البحر الأحمر. إذا من الجهات الثلاثة الرئيسية. موقع ساسا بوست تكلم في هذا الموضوع وقال إنه إيران نجحت إن هي تخلي الميليشيات الشيعية المتطرفة تبقى محيطة بالدولة السعودية من كل اتجاه، وإن هي ترفع مستوى حرب الاستنزاف للسعودية. على الخريطة المملكة العربية السعودية بلد كبير جغرافيا، هي بهذا الشكل تقريبا، تمشي بهذا الميل كده وبعدين كده وبعدين اتجاه ده شوية
تقريبا ده شكل المملكة العربية السعودية. هنا البحر الأحمر، وبعدين احنا بقى الناحية دي مصر. نيجي بقى هنا الخريطة، هنا وطبعا درجة الميل أكتر شوية تيجي كده، بس ده الشكل التقريبي. احنا بعض الخريطة بتكون تقريبية واخدة شكل هندسي أكتر مما هي بالظبط جغرافيا. فده الشكل السعودية بشكل عام، ممكن تكون أدق شوية لو كانت كده بهذا الشكل. ديت السعودية اللي بنتكلم عليه. ايه بقى اللي حصل في تحزيم السعودية بخط النار؟ هنا القطيف، كل شوية بنلاقي في القطيف شرق السعودية، القطيف وتجمعات شيعية في هذه المنطقة، بنلاقي كل شوية أحداث وكل شوية كلام ضد العائلة المالكة، كلام ضد الرياض، كلام ضد السنة، كلام ضد كل القناعات اللي موجودة لدى المملكة. وبالتالي المنطقة دي بيراهن عليها أنها منطقة شغب للتيارات الشيعية السياسية، وهي قريبة من البحرين، اللي برضو في محاولات في البحرين من التيارات الشيعية المتشددة أنها تلتحم بالتيارات اللي هنا ويؤدوا إلى إرباك المنطقة. يبقى آدي السعودية، آدي شرقا القطيف، وهذا الحزام اللي بيحاولوا يشتغلوا فيه علشان يشعلوا شرق المملكة الشقيقة. تيجي بقى شمالا، شمال هنا العراق، في المنطقة دي العراق، محافظة النجف في هذا الاتجاه شرقا، النجف، وبعدين الأنبار. الأنبار أكبر محافظة في العراق، والأنبار محافظة سنية، وطبعا لا يليق نقول محافظة شيعية وسنية، التقسيم المذهبي لا يليق، إنما في هذا الشرح لأن الحرب واخدة شكل مذهبي بين السعودية وإيران إلى حد كبير، فللأسف بنضطر إلى هذا التحليل. فالأنبار، الأنبار محافظة سنية، والنجف محافظة شيعية، كل ده بين قوسين لا يناسب القيم السياسية لنا إن احنا نقول شيعة وسنة، لكن ده للتوضيح. فمحافظة الأنبار ذات أغلبية سنية، والنجف أغلبية شيعية. يبقى الجزء ده بتاع الأنبار مأمن شمال السعودية، لأن هنا سنة وهنا سنة، فده درجة من الأمان. الأنبار ماشية كده، تلاقي خط أهو كده تطلع كده، دي الأنبار، الأنبار جاية كده، بأسف، وتكمل بالطريقة دي. فالحزام ده أنبار، وبالتالي منطقة سنية مع سنة، فالحتة دي أمان. إيه اللي حصل بقى مؤخرا؟ حصل تقسيم إداري تاني للعراق، وتم ضم هذه المنطقة إلى النجف. تم اقتطاع المنطقة ديت من الأنبار السنية إلى محافظة النجف. هنا بقى ميليشيات في هذا الخط، ميليشيات متشددة بدعم إيراني موجود على طول هذا الخط. لما تم اقتطاع الجزء ده من الأنبار المحافظة السنية وانضم للنجف، فالميليشيات هتيجي في المكان ده. شو بقى التحزيمة بقى دي؟ هيبقى هنا بعد اقتطاع الجزء من الأنبار مع النجف مع القطيف مع التوتر اللي بيستهدف ان يكون موجود في شرق السعودية. تعالى بقى جنوبا، الحوثيين هنا اليمن، فهنا يبقى الحوثيين، وهنا القطيف والاستهداف في الشرق، وهنا الأنبار تم اقتطاعها من المنطقة السنية، وبقت فيه ميليشيات موالية لإيران بقوة في هذا المكان. ما بنقولش طبعا ان كل اللي موجود هنا بالضروره كده، لكن في ميليشيات شيعيه متطرفه ناشطه بدعم من ايران في هذا المكان. فشوف بقى ماساه الجغرافيا السياسيه اللي بقت موجوده دلوقتي. ادي المملكه وادي حزام النار. بص بقى بادئ ازاي من هنا بعد اقتطاع الجزء ده من الانبار، تمشي بقى ميليشيات شيعيه شيعيه، ميليشيات في هذا الاتجاه، وبعدين ميليشيات الحوثيين جنوبا. فشوف التحزيمة الصعبة هنا، بس المية البحر الأحمر، شوف بقى التحزيمة الصعبة اللي بقت فيها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ده معناه إيه؟ معناه المملكة في خطر، ومعناه إن إيران نجحت إن هي تخلي السعودية شمالا وشرقا وجنوبا محاطة بحزام من نار. جزء من هذا الحزام علشان نكون موضوعيين هو جزء سني أيضا، لأن داعش لما انضربوا هنا في الأنبار والأماكن ديت
في جزء منهم جه هنا على الحدود عشان برضه نضيف في الخريطة. فجزء داعشي سني متطرف هنا على حدود السعودية ممكن يتبغل في أي وقت لا قدر الله، وهنا ميليشيات شيعية، ميليشيات شيعية متطرفة، الحوثيين جنوبا. فإذا هذا الحزام الأصولي المتطرف من الشيعة بالأساس والسنة أيضا اللي بيحزموا المملكة الشقيقة شمالا وشرقا وجنوبا، ده معناه ان في خطر داهم يحيق بالمملكة، وبالتالي من الضروري المصلحة الاستراتيجية للمملكة انها تكون في حالة تحالف استراتيجي مع مصر. وليه مصر؟ بغض النظر عن الأخوة التاريخية والصداقة وكل ده وهو مهم وعظيم، انما كمان الأهم ان مين الحليف اللي في المنطقة؟ الى من تتجه المملكة الشقيقة؟ مفيش، القوى اللي موجودة إيران، تركيا، إسرائيل. تروح لإسرائيل مستحيل، تروح لإيران دي العدو، تروح لتركيا، تركيا دولة بتاعت مصلحتها، أو أردوغان عشان يبقى كلامه دقيق، أردوغان شخص براجماتي بتاع مصلحته بتاع منفعته وليه علاقة استراتيجية قوية جدا بإيران. بس هو مفيش مانع إنه يشتغل السنة شوية، إن إحنا نبقى سنة مع بعض عشان يستفيد، إنما هو علاقته بإيران قوية جدا جدا، وبالتالي ما تقدرش تستثمر في أردوغان. اللي يستثمر في أردوغان اللي عايز يخش أصلا الاتحاد الأوروبي وعضو في الناتو علشان يكون معاه في معركة مذهبية في مواجهة إيران دقيق، لأنه ده مقدم نفسه إنه شخص عصري وإن هم أعضاء في الناتو وجزء من المنظومة الغربية وعايز يدخل الاتحاد الأوروبي، فمش معقول يخش حرب مذهبية سنة وشيعة. أضف إن هو مش بسهولة يخش لأن في حدود، تبقى حرب مدمرة بين البلدين زي زمان أيام الصفويين والعثمانيين. إذا أردوغان بيشتغل المنطقة وعمره ما هيخوض أي حرب في أي اتجاه، ولا يمكن الاعتماد على أردوغان في تحالف. إذا آدي السعودية المملكة الشقيقة والغالية على قلوبنا جميعا، آدي حزام النار اللي موجود، وآدي التحزيمة الإيرانية اللي موجودة للسعودية، وآدي القوى اللي موجودة إسرائيل وتركيا وإيران. ليس للسعودية إلا مصر، ولا يمكن الحفاظ على الأمن القومي السعودي والخروج من المأساة اللي موجودة فيها المنطقة إلا بتحالف حقيقي وجاد وغير مشروط بين الدولتين الشقيقتين. السعودية للأسف باتت محصورة في حزام من نار، لكننا نتوقع أن تستطيع المملكة فك هذا الحصار المتشدد. اثنين، الثورة الغبية، مصطلح مقترح في علم السياسة. امبارح اتكلمنا عن البلوتوقراطية كمصطلح جديد في علم السياسة، وقلنا ده بيشير إلى حكم الأغنياء، وإن الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة خلاص بتنتهي، بينتهي نفوذها لصالح الأغنياء. وقلنا إن تشومسكي قال إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وجهان لعملة واحدة رأسمالية، وأن أمريكا وغرب يحكمه الأغنياء، والعالم استسلم لحكم الأغنياء أو ما يسمى الانتقال بقى من الديمقراطية أو حتى الأوتوقراطية اللي هي الدكتاتورية إلى حكم جديد البلوتوقراطية اللي هو حكم الأغنياء. النهاردة بقترح على حضراتكم، لم يعد مصطلحا بعد إنما مقترح بمصطلح جديد في علم السياسة، الثورة الغبية. زي ما في ثورة ذكية تهد نظام فاسد أو فاشل أو جاهل أو خائن وتنتهي منه وتقيم نظام رائع جديد، في ثورات غبية اللي هي تهد كل شيء، مش تهد النظام إنما تهد الدولة، ويبقى النتيجة خراب على الدولة نتيجة هذه الثورة. حتى الثورة الفرنسية اللي الناس شايفينها ثورة عظيمة، إنما في الواقع أحداثها لم تكن عظيمة، كان فيها قتل وظلم ودماء وتخريب وتدمير. الثورات في تاريخ مصر خلاف العالم، معظم ثورات مصر عبر تاريخها ثورات مفيدة للحضارة المصرية وللدولة المصرية، لكن البعض بدأ يشوف إن ثورة يناير ممكن تكون استثناء من الثورات السابقة، وإن ثورة يناير
حصل فيها عيوب الثورات العالمية المعروفة، من إن الناس اللي قاموا بالثورة روحوا، وفي ناس قعدوا تجروا بالثورة، الناس اللي وقفوا في الميدان راحوا بيوتهم، والناس اللي راحوا تفاوضوا باسم الميدان ما لهمش علاقة بالموضوع أو زيهم زي أي حد واقف في الميدان. فتخيل مثلا مليون شخص وطلع 20-30 واحد قال لك احنا نمثل الميدان، فالناس الثوار اللي خرجوا من بيوتهم من أجل غد أفضل روحوا على بيوتهم بعد ما وصلوا إلى مرحلة من النجاح عشان البلد تمشي. إنما اللي قعدوا يتفاوضوا ويعملوا ائتلافات وتنظيمات وحركات وتحالفات ويتكلموا، معظم دول يا إما ملهمش دور يا إما كذابين يا إما لهم دور محدود زيهم زي الآخرين، بس دول أصروا إن هم موجودين وهم الثوار وهم اللي يتفاوضوا وهم اللي يقعدوا مع الحكومة وهم اللي يقعدوا مع أي نظام بعد كده. والطيبين المهذبين المتربيين المخلصين ولاد الناس روحوا على بيوتهم. فالثورات ده نموذج عام مش استثناء، اللي حصل عندنا في ثورة يناير ده نموذج عام. معظم ثورات العالم الناس الثوار الحقيقيين بيروحوا، وجزء كبير من اللي بيتفاوض هم الثوار النصابين أو الثوار المزيفين. الأمر الثاني، بيتحول كثير من الثوار إلى تجار، يبقى عايز بقى اقتصاديات الثورة، أنا ثائر عايز العائد وعايز الثمن لهذه الثورة، وكل حد يفكر في الثمن المناسب، في منصب، في برنامج، في مال، في شهرة، في مجد، في حزب، في تنظيم، في سفر، في أي شيء، كل حد يحاول يبذل جهده إن ياخد عائد الثورة اللي ممكن أصلا ما يكونش شارك فيها وإنما شارك فيها الآخرون. إنما الثوار اللي في الواجهة دايما دايما في معظم العالم يتحول الكثير من الثوار إلى تجار. كنا استثناء في معظم ثوراتنا من ذلك، إنما ثورة يناير رغم التفاؤل الضخم اللي بدأ في البداية إلا إن البعض بدأ يقول إن فيها عيوب الثورات في العالم، من تحول ثوار بعض الثوار إلى تجار، وتفاوض بعض المزيفين باسم الثورة وعودة ولاد الناس الطيبين المحترمين الوطنيين إلى بيوتهم بعد نجاح الثورة. دولة زي رومانيا حصل فيها حاجات مقاربة، أو الثورة الرومانية نموذج لجزء كبير جدا أو لنمط عام في الثورات اللي هو تحول الثوار إلى تجار وما إلى ذلك. خلينا هنا نقول بقى مصطلح الثورة الغبية. الثورة الذكية بتأدي الدور والناس تروح عشان البلد تكمل، أي بلد في العالم مش مصر بس. الثورة الغبية اللي هي بتخلط بين النظام أو الرئيس أو المسؤول السياسي اللي هم قاموا ضده وبين الدولة نفسها، فاللي يروح يحرق مبنى واللي يدمر متحف، يعني الناس اللي خرجوا علشان بيستهدفوا متحف في القاهرة، اللي راحوا يستهدفوا دار الكتب، اللي دمروا مبنى الحزب الوطني، كل دي منشآت مصرية. أيضا في بلد زي رومانيا حصل هذا الأمر لدرجة إن البعض طالب بهدم قصر شاوشيسكو. ده قصر شاوشيسكو حاجة فخمة جدا شايفينه كده على الشاشة، ده تاني أضخم مبنى في العالم. إيه هو أكبر مبنى في العالم أو أضخم مبنى في العالم؟ مبنى البنتاغون، يعني المبنى الأول في العالم من حيث الضخامة مبنى البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، رقم 2 في العالم بعد البنتاغون على طول القصر ده قصر الرئيس شاوشيسكو في رومانيا. القصر ده 3000 غرفة، 70 صالة، وأنا كتبت عن رومانيا وعن هذا القصر في كتاب مصر الكبرى. 3000 غرفة، 70 صالة، 40 قاعة مؤتمرات، 2 قاعة عملاقة، مطاعم، صالات رياضية، فنادق، شقق للضيوف، مهبط طائرات، طيارة جاهزة 24 ساعة تطلع في أي وقت. يعني أول بس ما يطلع الرئيس شاوشيسكو الطيارة جاهزة، المحركات تدور تطلع لأي مكان في العالم. طبعا قصر أسطوري، يعني مش بس الصالات الرياضية والمطاعم والشقق والكلام ده كله، إنما عدد الغرف. تخيل بس إنك قاعد في قصر فيه 3000 أوضة، 3000 غرفة. تخيل لو في أسرة أب وأم وأولاد أو إخوات بيدوروا على بعض، مثلا حد فيهم بيناديله وما بيردش عليه، فراح يشوفه في أي غرفة من الغرف. 3000 غرفة.
لو خد في كل غرفه دقيقه واحده، لان في بقى صالات، ما هو يعدي بقى من صاله ويعدي من مطعم ويعدي من شقق الضيوف ويعدي من اماكن الطائرات ويعدي من قاعه المؤتمرات ويعدي من سبعين، كل الكلام ده يعتبر بقى كل الاماكن دي مع ال 3000 اوضه، هياخد في كل اوضه على ما يوصل لها دقيقه علشان يشوف اخوه او اخته او ابنه او بنته او بيشوف اي حد من الاسره او ساكنين في هذا القصر. لو خد دقيقه في كل اوضه معناها 3000 دقيقه في ال 3000 غرفه في قصر شوسيسكو. 3000 دقيقه على 60 دقيقه يبقى فيها الكام؟ فيها ال 50. يعني تقعد 50 ساعه تدور على اسرتك جوه هذا القصر. يعني تقعد يومين بتدور على حد جوه القصر. لو انت مثلا في الغرفه رقم واحد وطلع بقى حد من الاسره في الغرفه رقم 3000 او 2900 2850، على ما توصل له لو خدت دقيقه واحده فقط في كل غرفه هتوصل له بعد يومين وانت داخل نفس القصر. فقصر اسطوري ومذهل، وانا زرته اكتر من مره، وكل اللي زاروه بينبهروا بيه كل مره ازاي في قصر بني بهذا الشكل. شاوشيسكو سقط، تم اعدامه شكرا للثوره اللي نجحت. البعض بدا يقول نهد القصر. هو القصر ده مش ملك رومانيا؟ الشعب الروماني، الدوله الرومانيه، بقى بعد كده البرلمان الروماني ليه تهد القصر؟ ما القصر عندك، يعني التحفه المعماريه الاسطوريه دي كلها بقت ملك الدوله، منشآت الدولة، بنية الأساسية للدولة، تهده ليه؟ أنت خلاص قضيت على شاوشيسكو وتخلصت من حكم شاوشيسكو، لكن القصر ده ممتلكاتك. الثوار الأغبياء في كل مكان، والثورة الغبية رافض في كل ثورة. وإذا كان هنا أو في أي بلد ثوار أغبياء، أيضاً كان في نموذج للثورة الغبية موجود لدى البعض في الثورة الرومانية. كوريا الشمالية، السياسة وكرة القدم. اللي تابعوا من حضراتكم مباريات كأس آسيا اللي كانت في الهند، اللي فاز فيها العراق، دولة العراق الشقيقة فازت السنة دي بكأس آسيا. كان في ماتش مهم جدا بين كوريا الشمالية وأوزبكستان اللي عاصمتها طشقند. أوزبكستان وكوريا الشمالية. وكوريا الشمالية كدولة كانت مهتمة جدا بالماتش. ليه؟ لأن أوزبكستان قفلت سفارة كوريا الشمالية في بلادها في طشقند، وبالتالي دي آخر سفارة ليهم في دول الاتحاد السوفيتي السابق. فالكوريين الشماليين متضايقين جدا من إغلاق سفارتهم في أوزبكستان، فكانوا مستنيين بقى الماتش ده علشان يهزموا أوزبكستان أي حاجة تحاول تشفي غليل الكوريين الشماليين بعد إغلاق السفارة وبيع مبنى السفارة وبيع سيارات الدبلوماسيين وطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين. لكن للأسف حارس المرمى بتاع منتخب الشباب لكوريا الشمالية دخل فيه جون صعب جدا جدا من حارس أوزبكستان اللي شاط كورة بلهاء تماما مش ممكن تدخل في أي حارس مرمى، لكن صدمت كوريا الشمالية بهزيمة رياضية مهينة بعد إغلاق سفارتها في دولة أوزبكستان. تم وقف حارس المرمى سنة، ودلوقتي في إجراءات لمعاقبة حارس المرمى أكتر من كده، والعقوبات للرياضيين اللي بيغلطوا في كوريا الشمالية تقيلة جدا. في كلام عن استعداد أو احتمال لإعدام لاعبة جمباز من كوريا الشمالية عشان تصور السيلفي مع لاعبة جمباز أخرى من كوريا الجنوبية لما كان في أولمبياد البرازيل. بس سيلفي بين لاعبة جمباز من كوريا الشمالية مع العدوة الشقيقة كوريا الجنوبية كانت بتنتظر حكم الإعدام. طبعا حارس المرمى ده لسه ما فيش عقوبة سياسية، إنما العقوبة الرياضية وقف سنة، والعالم ينتظر ماذا سيحدث لحارس المرمى في كوريا الشمالية. خمسة عشر عاما على الرائعة قناة دريم، كل عام وأنتم بخير. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. يسعدني
سعاده يشرفني ان اكون معكم. حدث هام وجلل. انت امام منهج متكامل. احنا مجموعه كلنا بنكمل بعض، ما فيناش حد احسن من ده. نشوف قصه صعود. ودريم ده حلم، حلم جميل. في اول قناه فضائيه مصريه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. منوريني في الصحن. دريم مديني فرصة ان انا التقي بيكم. دايما عند حسن ظن حضراتكم. في كل الاحوال دكتور احمد بهجت يشاهد البرنامج كأي مشاهد يجلس في بيته. بنناقش فيها قضية سياسية او قضية اجتماعية او قضية رياضية. الحياة هيبقى شكلها ايه؟ نشوف احنا فين النهاردة وكنا فين قبل كده. كل حاجة شايفينها مش صح في حياتنا هنبتدي نغيرها. نحاور اهل بقى. كانت المسألة عاوزة شوية شجاعة. كلام مختلف خالص. اسمعوه من خلال قناة دريم. أول محطة توفر للشباب فرص العمل. عندنا مساحة أكبر ووقت أطول في أن تجعل من نفسها منبراً للرأي العام في مصر. نرسم معاً ملامح مصر التي لن نتنازل عن حلمنا فيها. هذه المحطة في كل مكان من الوطن العربي لما قدمته على مدى سنوات لتقديم مثل هذه النوعية من البرامج التنموية. جرعات سياسية كثيرة في كل البرامج التوك شو. أحداث كثيرة جدا. من أعظم البرامج اللي هتشوفها في حياتك. ريم دايما على سنوات طويلة هي إضافة. هذا التنوع وهذه التوليفة هنستمر عليها. طالما أن أنتم ما تقولوه حدث حقيقي مش حاجة احنا مألفينها يبقى لازم نلتزم بها. ده معنى الأخبار ومعنى الحوار. دريم 15 سنة ولسه بنحلم.